طيب خلاص بكرة او بعده بالكتير هكون شحنت لك بقى الشدات وتكمل. حلو 5؟ لا يا اسطى يعني ايه يا عم، فلاك ما نخلصهم يا عم. بص يا زميلي، انت عارف انت حبيبي واخويا، والله انت عارف اللي فيه، فعشان كده بقى اتقل تاخد حاجة نظيفة، عشان لك اكتر من 10,000 شدة بكرة او بعده. طب تمام يا عم، بس اكيد هتصبر صح؟ عم خلصان. عاملين ايه معاكم؟ انصلوا فيديو جديد. اول حاجه عايزينكم انصلها سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. تاني حاجه يا جدعان، زي ما انتوا عارفين من كام يوم كان فلاك متحداني على الام 7 وعلى شداد وخسرته. المهم هو جالي تحدي جديد، هو مش جديد بس اسمعوا قال لي ايه. يا عم انصلوا تنزل ليفك تجيب لي 20 كيل، اقل من كده مش هبعت شداد. خلصانه يا زميلي، بتقوح معايا هعمل التحدي وبكل سهوله واخد شداتي. فبس يا اخوان انصلوا لايك. ف 432,000 مشترك، يعني خلاص يا جدعان داخلين على 450 في كلمة. عايزك يا زميلي تنزل تعمل شير وتفعل الجرس عشان قربنا خلاص وهنكسر الدنيا الفترة الجاية. ويلا بينا. رب يا رب سلاح، يا رب سلاح، يا رب سلاح. اهو هو الدي بي ده، الدي بي دي بي على صح. عبيد اخويا اخويا اخويا. لا اهي، لا لا اهي، لا لا شفت السايبر، شفت السايبر يا جدعان، عرفني وعايز يجيبني. ما عارفه يا عم، لو طلعت هموت، لو طلعت هموت، لو طلعت هموت يا اسطى. استنى لو طلعت هموت، استنى هو بيعمر الكيم وداخل يجيب. لو دخلت هموت يا اسطى، يا اسطى في حالي فيه هو عامل حفله الكرسي مثلا، لو طلعت هيفنشني ويقول سامحني. لا بس طب انت لو طلعت انا هسلم عليك مش هموتك، خلي بالك. لا يا مصلي، انت اللي جبت الولا بالاوزي صح؟ انت اللي جبت الولا بالاوزي. تعالى لي خش لي الاوضه، خش لي انا اهو، انا اهو تعالى. لا يا اسطى حبيبي امصلي، تعالى تعالى جوه. طيب همسي عليكم بقى. اوكي ماشي يا جدعان، احلى مسا، احلى مسا على موته. هو يا اسطى ليه اطلع من جنبي يا اسطى؟ حبيبي يا اسطى انا قلبي الطيب ده اللي موديني في داهيه، كنت عدمتهم العافيه. استنى على الشقه بالله يا جدعان، حلو سلطانه زميل واحد نمله رجعت ايام الضحك. يا جدعان اقسم بالله بقيت بخاف من السايبر، اقابل هاك بيقول انا هاك وما قابلش سايبر اقسم بالله. فكر نفسه عضمضم جاي على اليمين، يا رب سلاح، بس يا رب سلاح، سلاح اهو. انت عمال تفرفص ليه يا فيكتور؟ هات اللي معاك ده يا اسطى. يا جدع انت خد ده. هو ايه الاسلحه فين يا جدع؟ يا جدع الاسلحه مختفيه عندي، الاسلحه مختفيه اقسم بالله. ماشي ماشي، مش مهم 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 مش مهم. اهم حاجه بس ايه يا صاحبي؟ نكمبر بالذمه بسم الله، ده الاحتراف يا سيدي، ده السول سكواد بقى، محدش يتكلم معايا. يا عم طلع 5 ساعات، طلع الخمسه ده هيفيدني والله. هوب بقى طلع نفس، فاهم انت، وميه ونور وكهرباء. يا فيكتور انت خليت مكمبر حتى في لعبي. هوب هوب هوب، مين اللي بيعدي هناك ده؟ فاتوا العيال تركي في رجلك ده. حلو قطعت نفس متينه بقى. حلو ما فين بقى؟ طالع طالع انك طالع انك ابلع يا نجم، اخويا وحبيبي مزه ولا موزه ولا ايا يكن، انت ايه احلى مسا عليك. بس يابا اهم حاجه ده الاحتراف يا صاحبي، تنزل تجيب 5 كيلات كده باحترافك، تنزل تدوج وبتاع، مش هتكلم عن نفسك يا جدعان.
ده مش موت يا جدعان. لو ذكر تعالى ابقى هي حملة افطار دي ولا ايه يا جدعان دي كلها؟ اه عندك تبع شيت تعالى مفتح ده هو يا ابن اللذينة يا ابن اللذينة يا ابن اللذينة ده قطع احسن انا غشيم انا يا جامد يا ابن اللعيبة يلا غشيم الحلاوة دي واحد مصري كده اسطورة دخل الولا طلع علي ايه سنترك عارف مكاني قال ربنا لا اجيبك بس الولا بصراحة ان شاء الله السلاح مظبوط فينه بس السلاح مظبوط اهو فيكتور اي حاجه تانية اي حاجه غير ده عايز طاقه اغلى انا عايز ماشي حلو ده استنى بس نمسك السطح بقى كده هنا هذا طالع ده مفتح اللي هيجي له ربنا لا يترن يلا لو ذكر استحمل الهكر اطلع عليه لا لا يا نجم يا جدعان بص حكايتي مع صابر ايه ان قبل كده في حد في سايبر قال لي يا مصلو بحبك وبتاع والكلام ده عايز يا اسطى اتحالف معاك وبحبك ومتابعك والكلام ده كله رحت اتحالف معاه يا جدعان قتلني وكنت عامل جيم جامد من ساعتها وانا ما بحبش الصيادة يا عم ما تفرفص ما تموت وانت ساكت بابا بابا ايه ده اموت ده حلو قوي تعال بس ناخد الاسكار مع الولا السايبر اللي هنا ده ايوه 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 اجدع 100 مسا سيبهم يضربوا في بعض يا زميلي سيب الاتنين يضربوا في بعض تنزل انت في النص بس تخلص الشغله دي كلها افنش ما لحقتش افنش ما لحقتش يا جدعان ده كلها عارفة ان انا نازل بيتي كبير ولا ايه؟ يا ساتر يا رب اخويا ده لا 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 فيكتور رب لا يسلح رب لا يسلح رب لا يسلح رب لا يسلح رب لا يطلع اهو اه الله يا سايبر كنت عايش اهو ده اللي سايبر انا بتكلم فيه بقى يا جدعان هو عارف ان انا يبقى عارف ان انت وهيجيبك برضه الله يا مناوب حلو قوي خلصنا من السايبر خلصنا من العيال كلها لازم بقى يا جدعان نركز
ركز بجد عشان حلو تصونات بقى. ايوه حزقه، تعالى تعالى. اصلا انا مش متحالف اصلا. صلي بينا على النبي، صلي بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. يا اسطى خد يا اسطى، اخويا اقسم بالله اخويا، خد بس البتاع ده بس، حافظ على نفسك جنبي يا اسطى. ها ما تموت، ما تموتش بقى، خليك ورا هنا. ماشي يا اسطى. قلب الطيب ده مشكله. عيب يا رجاله، رجاله عيب يا رجاله. ايه يا زميلي؟ ايه يا رجوله؟ ايه يا اخويا؟ عيب يا اسطى اللي انت بتعمله ده. وايه اللي عيب يا اسطى؟ هو مش نلعب ولا ايه؟ ايه ده؟ ده انصلو انزل يا حبيبي يا اسطى، خد بقى. ايوه والله امسلو يا اسطى. ما يا اسطى بتعب والله، بتابعك يا اسطى. طب يا اسطى لو عايز تطلع لي يا اسطى ارمي الاسلحه اللي معاك يا اسطى. والله بتابعه من عند ال 300000. حبيبي يا اسطى احلى مسا عليك. تنفع كليتك يا اسطى؟ عشان عندي تحدي، عندي تحدي يا اسطى. ماشي ماشي حبيبي يا اسطى، احلى مسا على الزوز يا جدعان. اخويا المختاره تحدي على كام كلمه يا اسطى؟ تحدي الام 7 يا اسطى، بس انت طبعا حازق. ها اسلك يا اسطى واطلع اديني الكلاية ده، انت راجل جدع كمان. طب اصبر طب اصبر، اديك الكلاية وربنا يا عم، ما عنديش اعتراض يا صدق يا رب. عجبني بس اخويا الزوز احلى احلى مسا على العم. احلى صباح عليك حبيبي يا رجعان، احلى مسا عليكم. تعال لي بقى يا اسطى انت كمان يا اسطى. هو تحت انت تبعك؟ اللي تحت انت تبعك يا اسطى. طب ولا ايه؟ بصور يا اسطى. ايه؟ بصور يا صدق الرب. طب يا اسطى طلعني. ما هطلعك يا اسطى، بس عليك. لا يا زميلي والله يا زميلي خلصانة يا اسطى. هتعامل معاك ولا هتعامل لوحدك؟ انا عايز كلايتك والله يا اسطى، هتفرق معايا قوي يا عم. طب اجيب اللي تحت يا عم وخد كلايتي، ما عنديش مانع يا عم. امين. بقول لك ايه يا زميلي؟ خلي بالك. بقول لك ايه؟ تعال. ايه يا زميلي؟ اضرب، خد خد كلايتي. ايه يا زميلي؟ سندل سندل، فنشهم يا زميلي، فنشهم بالله عليك. فنش فنش يا زميلي، اطلع فنشهم، نسلهم واحد نسلهم واحد يا ابن اللعيبه، يا ابن اللعيبه. يلا يا ابن اللعيبه، ولا جعفري يا ابن اللعيبه، يلا يا جعفري الحلاوه دي. اقسم بالله لا جعفر، لا انت على الاسطوره. ايوه يا زميلي بصور. امال بعمل ايه يا جدعان؟ طب امال بعمل ايه؟ طب يا جدعان اقسم بالله بعيد عن اي حاجه، الحزق بقى غريب قوي يا جدعان. اقسم بالله، اقسم بربي يا جدعان، العيال بتحس ان هي بتلعب على حياتها، ما بتلعبش عادي كده للاستمتاع. اللي ايه يا جدعان كل اللي نازل لي ده؟ اقسم بالله عيل رجوله، والله كنت عارف. اقسم بالله حبيبي، ولا فلاك الله، ولا فلاك ده اسطوره. حلو يا جدعان، صلوا بينا على النبي. تمام كده كده ايه؟ معانا 5000، فهنعمل ايه بقى؟ طب فتحنا 133، فتحنا 10، يعني هناخد 108. احنا كده كده هنجيبوا ايه؟ الام 7 ونجيبوا ماتيريال ونطوروك المسج. فيلا بينا يا جدعان، بنسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. 10 بحظ الاشتراكات الجامده، 10 بحظكم يا جدعان، بسم الله. انا نفسي في الام 7 يجي اقسم بالله. ايوه ايوه ماشي، جمع عمل جمع عمل عشان عاوزها الصراحه. حلوه قوي، تمام. حظ 10 بحظ اللايكات يا زميلي، انزل دوس لايك دلوقتي، 10 بحظك. يا رب ماتريال، انا عايز ماتريالية، انتوا فاهمين؟ مع ام 7 كده اي حاجه رايقه كده في النص. ايه مفيش عمل ليه؟ استغفر الله العظيم يا رب. طب 10 تاني بحظ الاشتراكات، ان شاء الله حاجه حلوه، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. مفقرة قوي، مفقرة قوي، ايه ده؟ يا فلاك انت مش راضي وانت بتديني الشداد دي ولا ايه؟ اجرب حظ ام سولو، انتوا عارفين يا جدعان حظي جامد طبعا، مش قوي يعني بس اجرب حظي. تعال نشوف ممكن يطلعوا لنا حاجة ولا يا جدعان ونكسر حوار الفقر ده. ماشي ماشي، عمل عمل يا جدعان، فين 10 عمل بتوع المرة اللي فاتت؟ اقسم بالله كنت بفتح بيجي لي 10 اوام. طب 10 تاني ودي يا رب بقى حاجة بقى. واحد عملة، تلاتة عملة، تلاتة عملة، تلاتة حظي بالبي. طب استنوا كده استنوا كده، طيب اهو جمعنا ال 60، حلو قوي. تعالى اطلع طيب كده،
ونجيبوا اخونا. تعالوا نجيبوا اخونا ممكن يعمل حاجه. تعالى بس نجيب الام 7. الله زميلي 10 ودي. اوه ده اللي انا بتكلم فيه يا جدعان ده بقى. ايوه يا جدعان. ومعانا يا نهار اسود على الماتيريال. استنى كده يلا بينا افتح يا زميلي 10 ودي. يلا بينا نصفر الشداده يا معلم احنا عشان نجيبوا ماتيريال ياما. اهو على العظمه يا جدعان كده انا مش هحتاج اجيبه. يا لهوي على العظمه. حلو قوي. تعال بس كده معانا 1300. يلا 500 كمان. يلا بسكيب. يلا تمام. يلا 500 من غير سكيب. حلو. يا رب ماتيريالات في النص كده يعني هتطلع. حلو قوي حلو قوي 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 يعني. حلو قوي يعني. معانا 500 والبتاع ده بكام؟ مملوك يعني ما ينفعش اشتريه دلوقتي. حلو. نشتري ايه؟ طبعا انا مش هشتري اي حاجه من دول. انا معايا 500 يعني هشتري كده 3 عمل. يعني كده هيكون 3 عمل ايه؟ 3 ماتريالات. يعني كده هيكون معايا كام ماتريال؟ حلو. نشتري بالباقي. نشتري بالباقي. نشتري بالباقي يا جدعان بخاخات ولا نحوشهم عشان نجمع ماتريال تاني قدام؟ لا انا هحوشهم الصراحه عشان ممكن نفتح ليه تاني وكده يعني. تعال بس ايه ودوا سكيبات ممكن يطلع لنا حاجه. حلو قوي. حلو يا جدعان. حلو. دلوقتي معانا الام 7 الاسطوري. فينه؟ اهو معانا 2 بالتبارو بس الجوكر احلى طبعا وليفل 1. ومعانا كام ماتيريال؟ معانا 11 ماتيريال استخدام كده 9 ماتيريال. فيديو يوصل يا جدعان في اول يوم 25000 لايك. بكره انتوروا ونكسروا الدنيا. بس كده حظكم كان جامد قوي يا جدعان وكان تحدي رايق قوي. فبس 25000 لايك وهنكسر الكلام.